السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنبتدي تالت سيكشن في الأرثوبود وآخر سيكشن. قلنا إن الأرثوبود عندي كانت بتتقسم لتلات قطاعات كبار. أول حاجة كان بنقول عليها الإنسكتا أو الحشرات، تاني عيلة كنا بنقول عليها العنكبيات أو الأركنيدا، تالت عيلة قلنا عليها الكراستيشيا أو القشريات، وقلنا اللي يهمني منهم بس الإيه السايكلوب. ابتدينا بالإنسكتا وقلنا الإنسكتا بتتقسم لأربع عائلات. أول عيلة قلنا اللي هي الدايبترا اللي هي فيها الموسكيتو والفلايز، بعد كده خدنا السايفونابترا اللي هي قلنا الفليز اللي هي البراغيت، بعد كده قلنا الأنوبلورا اللي احنا هناخدها النهاردة اللي هي الإيه اللي هي اللايس. اللايس عندي مرتبط قوي بالشعر، يعني لازم يبقى موجود في المناطق اللي فيها شعر في جسمي. المناطق اللي فيها شعر في جسمي فين؟ يا اما عندي هير في الراس، تمام، يا اما عندي هير في البادي، يا اما عندي هير في البيوبيك اريا. فبقى عندي نوع من اللايس اسمه هيد لايس، تمام، وبادي لايس، تمام، وعندي ايه، وعندي بيوبيك لايس. اللايس بتاع الهيد بتاع البادي بنقول عليه بيديكولس، نفس الشكل تقريبا، تمام، مختلف بس في اللون، ان البادي لايس بيبقى فاتح، بيبقى لونه براونش. البيديكولاس ده اللايس الموجود في الراس وموجود في البادي بنقول عليه بيديكولاس. فبيديكولاس بقى عندي بيديكولاس هيومانيز، يعني بيديكولاس يعني أملة، هيومانيز يعني في الهيومن، بيديكولاس هيومانيز كابيتس، كابيتس يعني في الراس، دي اللي موجودة في الراس، وبيديكولاس هيومانيز كوربوريس، كوربوريس يعني بادي، يعني دي الايه، دي اللايس اللي موجودة في البادي. طب البيوبيك لاوس اللي هي موجودة في البيوبيك هير بنقول عليها مش بيديكولاس بقى، بنقول عليها سايرس، شكلها مختلف قوي، بتبقى أقصر في الحجم وبتبقى أعرض، بتبقى مربعة أكتر، تمام. بس أنا عندي كده اللايس تلات أنواع، بيديكولاس هيومانيس كابيتس في الراس، بيديكولاس هيومانيس كوربوريس في البادي، سايرس بيوبس، بيوبس جاي من كلمة بيوبيك، يبقى دي اللي موجودة فين؟ في البيوبيك اريا. اتفقنا من الاول خالص، قلنا ان اي ارثروبود غير الديبترا اللي هي الموسكيتو والفلايز او السايفونابترا اللي هي الفليز، لو مش براغيث ولا ناموس ولا دبان، فاللايف سايكل بتاعتهم انكمبليت ميتامورفوزس. قلنا الانكمبليت ميتامورفوزس ديت عباره عن ايج، تمام، بتديني يا اما لارفا واللارفا تبقى نيمف، يا اما ايج بتتحول لنيمف على طول. اللايف سايكل بتاعت اللايس اللي عندي عبارة عن ايج بتفقس، يطلع منها اول نيمف اللي هو اصغر واحد او اول واحد قبل ما يتحور ويبقى السكند انستر نيمف، بعد كده السكند انستر نيمف يبقى الثيرد انستر نيمف، بعد كده الثيرد انستر نيمف ده يديني الادلت ميل والادلت فيميل، بعد كده الادلت ميل والادلت فيميل يحصل بينهم كوبيوليشن، والفيرتلايزد فيميل تنزل لي برضو ايج، والايج بتديني نفس السايكل. الاختلافات اللي بين البيديكولاس وبين السايرس، البيديكولاس قلنا دي بيديكولاس هيومانيس كوربوريس وبيديكولاس هيومانيس كابيتس، كابيتس في الراس وكوربوريس فين؟ في البادي. هتلاقي ان البيديكولاس بتبقى اطول او اكبر في الحجم، بتبقى مور سلندريكال، تمام، السوركس عندها يعني يبان او ان انت تعرف تفرق بين السوركس ده وبين الابدومين، لكن في السايرس تلاقي الراس اعرض، تمام، وشورتر، وتلاقي البادي السوركس والابدومين تلاقيهم فيوزد توجذر، ما تقدرش تفرقهم. الفيرست والسكند والثيرد بير اوف ليجز بتاعت اللايس بتاعت البيديكلاس بيبقوا كلهم شبه بعض، لكن عندي في السايرس الفيرست بير اوف ليجز بيبقى ارفع من الباقي، الباقي بيبقى اعرض وبيبقى اقوى. طيب، لان وجود اللايس دايما مرتبط بوجود شعر، فلازم تبقى ماسكه في الشعر وتتحرك بين الشعر زي الايه، زي القرود وسط اغصان الشجر، تروح جايه ماسكه في الشعر وماسكه في الشعر اللي جنبها ومتحرك، لازم تبقى وسط شعر. فعشان كده ربنا خلق لها في نهاية الليجز بتاعتها في حاجة اسمها تيبيال بروسيس اللي هو ده، تمام، وحتة صغيرة نطق صغير اللي هو بنقول عليه الايه التيبيال بروسيس، وبنقول على التاني الكلاب، مخلب.
تمام، يبقى انا عندي تيبيال بروسيس وعندي ايه وعندي مخلب خلوا لي في نهايه الرجل بقى شكلها عامل زي ايه، شكلها عامل زي الكماشه كانها عشان تعرف تمسك في اللين في الشعر. تمام، هنبتدي بالبيديكولس. لو جيت بصيت على البيديكولس هلاقيها فلاتند دورزو فنترالي، متبططه بمعنى صح. نمسك برضو اي انسكت عندي متكونه من 3 اجزاء او جسمها متكون من 3 اجزاء، هيد وثوراكس وابدومين. الهيد عندي فيها ماوس بارت بيبقى صغير قوي، الايز بتبقى سمول ريديوست تمام، وعندها 1 بير اوف انتنا. الثوراكس 3 سيجمنت، بس ال 3 سيجمنت ما تقدرش تفرق بينهم، وقلنا انها انوبلورا يعني ما عندهاش جناحات فهي وينجلس، بس عندها 3 بيرز اوف ليجز، و 3 بيرز اوف ليجز كلهم قد بعض، يعني كل الاول والثاني والثالث كلهم قد بعض، بس لازم تبقى شايف اللي قدامك ايه، التيبيال بروسيس والايه والكلاو اللي مديك منظر الايه الكماشه. طب ننزل على الابدومن، هتلاقي الابدومن عندك 8 سيجمنت 8 سيجمنت تمام. كده انا عرفت انها بيديكولاس هيومانس. الكابيتس دايما بيبقى لونها دارك براون لانها لون الشعر عشان ما تتشافش. الكربورس لا، الكربورس بتبقى لايت براون برضه لان لون الجلد بتاع البني ادمين بتاع الجسم بيبقى دايما ايه، بيبقى دايما فاتح. طيب افرق الميل والفيميل ازاي؟ بيقول لك انا بص على اخر اند، قصدي على اخر سيجمنت فين، في الابدومينال سيجمنت اللي هي الاند بتاعتها، لو لقيتها ناتشد تمام ده فيميل تمام. لو ما لقيت اللوست ابدومينال سيجمنت راوندد ما فيهاش نوتش وفيها سباين اديجاس، قلنا اتفقنا ان الاديجاس ده هو الايه، هو الميل اورجن ده اللي احنا ايه هنشوفه ده اهو. دون ايه بيديكلاس يوماس، عندها الهيد وعندها الليج، بص الليج هنا تلاقي التيبيال بروسيس والكلاو مديك شكل الايه الكماشه. كده انا عرفت انها بيديكلاس يومانس. ابص على اللاست ابدومينال سيجمنت، هنا لقيت نوتش يبقى دي الفيميل، هنا ما لقيتش نوتش يبقى ديت الايه، يبقى ديت الميل. الاديجاس اهون والنوتش تمام. يبقى انا كده عرفت افرق البيديكلاس يومانس كابيس او كورفورس، قلنا الاثنين ايه شبه بعض بالظبط. عرفت افرق الميل من الفيميل. السيروس بيوبس، قلنا السيروس بيوبس ديت بتبقى نفس الكلام هيد وثوراكس وابدون، بس الثوراكس والابدومين لازقين في بعض نفس حته واحده، تحس انهم حته واحده ما تقدرش تفرقهم تمام. بتبقى برودر اوكي، الهيد بتبقى برضو برودر وبتبقى شورتر وعندها 1 بير اوف انتنا. البيرز اوف ليجز قلنا الفيرست بير بتبقى ارفع من السكند والثيرد بير، نقول السكند والثيرد بير بيبقوا اقوياء، بيبقوا مور برودر مور سترونجر. طب انا افرق الميل والفيميل ازاي؟ نفس الكونسبت، يعني ايه؟ يعني اجي على اللاست ابدومينال سيجمنت، لو لقيتها نوتشد يبقى فيميل، لو لقيتها راوندد زي ده يبقى ده ميل. بيقول لك ان في اختلاف تاني اسمه اللاترال بروسيس. اللاترال بروسيس ده بيبقى على الابدومينال سيجمنت، بيبقى طالع من اللاترال بوردر بتاع الابدومين اوكي. لو لقيتهم اربعه، لو لقيتهم الابدومينال سيجمنت دول اربعه يبقى دي فيميل بالاضافه الى النوتشد لاست ابدومينال سيجمنت. لو لقيتهم اتنين يبقى ده ميل بالاضافه الى الراوند ايه الراوند لاست ابدومينال. بص عليهم كده، ده ايه؟ ده سايروس بيوبس، حتى بيقولوا عليه كراب لاوس، كراب يعني شبه الكابوريا خلاص. ده سايروس بيوبس تمام. ابص لاست ابدومينال سيجمنت ده نوتشد، اللاترال بروسيس ادي واحد اتنين تلاته اربعه، وزيهم الناحيه التانيه أربعة abdominal lateral processes تمام و notched last abdominal segment، يبقى ده على طول إيه؟ female cirrus pubis. طب ده أهو أبص على ال last abdominal segment round ال tibial process، أدي واحد اتنين يبقى two pairs of tibial processes، وإيه؟ وراوند last abdominal segment يبقى دون إيه؟ يبقى دون ها؟ يبقى دون ال male cirrus pubis. لما بتيجي بقى تحط الايدج بتاعتها بتروح جايه لازقاها في الشعر، يعني هتبص كده على الشعر البني ادم او الانيمال اللي عليه بيديكولس او بيديكولوزس، الهيومن اللي في شعره بيديكولس، هتلاقي الايدج، الايدج بيبقى هتلاقي نقط بيضة كده لازقه في الشعر. النقط البيضة دي لو جيت قصيت الشعرايه وحطيتها تحت الميكروسكوب تمام، هبص هلاقي الشعرايه عندي اوفل
تمام، اوبركيوليتد وسيمنتد للايه، للهير. دايما بتبقى جايبها بالشعرايه، بتقص الشعرايه، بتشوف الحته البيضه الصغننه في شعر الطفل اللي عنده امل ده، وتروح جاي ايه حاططها تحت الميكروسكوب، هتبص هتلاقي المنظر ده. ادي على الكومباوند مايكروسكوب، ادي الشعرايه، وادي الايج، وادي الايه الاوبركولم، بتبقى اوفال اوبركيوليتد وايتج سيمنتد للايه للهير. هنخش بعد كده على العيله اللي بعد الانوبلورا اللي اسمها الهيمبترا. الهيمبترا عندي بتبقى بيت باج والترياتوم. هنبتدي الاول بالايه بالبيت باج، او اللي بنقول عليها السايمكس باج. السايمكس باج اللايف سايكل بتاعتها، قلت لك تسأل نفسك الاول، هي فلايز وموسكيتو؟ لا. هي فلي؟ لا. يبقى على طول اللايف سايكل ايه، انكمبليت ميتامورفوزس. الادلت فيميل بتحط لي الايج، الايج بتديني فيرست نيمف، سكند نيمف، ثيرد نيمف، فورث نيمف، فيفث نيمف، يعني بتديني فيفث او فايف ايه نيمفال انسترز، تمام. والفيفث نيمف ده يروح جاي مديني الايه الادلت، وهكذا. ادلت ميل او ادلت فيميل يحصل فيرتلايزيشن، الفيرتلايز فيميل تحط لي الايج، وهكذا، تمام. يبقى اهم حاجه عندي اللايف سايكل ايه، انكمبليت ميتامورفوزس. السايمكس لو جيت بصيت عليها هلاقي عندي الهيد بتاعتها بنتاجونال، تمام، وان بير اوف ايز، تو ايز يعني، وان بير اوف انتنا، عادي جدا، ده الكلام اللي احنا قلناه في كل الايه كل الانسكتا. لو لقيت الماوس بارت هتلاقي الماوس بارت موجود وبيرسنج وساكنج، ويقدر يمص دم، وفي الميل والفيميل بيرسنج وساكنج، تمام، بس بيبقى متني لتحت شويه فما بتشوفوش بروتيودد. نيجي على السوركس، هتلاقي السوركس عندك ثلاث اجزاء برضو، بس انا قلت لك هي من عيله اسمها الهيمبترا، فهتلاقي عندك رودمنتري وينجز اللي هم دول، تمام. الليجز بتاعتها 3 بيرز اوف ليج، الابدومين 8 سيجمنت، تمام. انت ما بتشوفش منهم بس غير سبعه، يعني احنا لو اتفقنا فانت بتشوف الثمانيه، في الحقيقه بتشوف الثمانيه، تمام، بس تركز على السابع، لان السابع ده لو لقيت فيه مثلثين بيبقى تو اورجنز عاملين زي المثلث وبينهم نوتش، تمام، ده بيبقى المثلثين دول بنقول عليهم جونوبودز، تمام، والفتحه اللي بينهم دي او الفراغ اللي بينهم ده بيبقى جينيتال اورجن، يبقى ديت الفيميل، يعني اللي هيفرق لي الميل والفيميل برضو الابتومينال سيجمنت. طيب عند الميل، لا، اللي عند الميل ما عندوش جونوبودز بس عنده سباين لايك ايه اديجس. يلا نبص، ادي الابدومينال سيجمنت، تمام، شايفين ده ايه، ده اللاست ابدومينال سيجمنت اهي، ابص عليها، شايفين، ها ده الاديجس، عامل زي الشوك، عامل زي السباين. طب تعالوا هنا، ادي اللاست ابدومينال، دي الايه السيفنس ابدومينال سيجمنت اللي هي قبل الاخير، هلاقي مثلث اهو ومثلث اهو، ده الجونوبودز، والفراغ اللي بينهم الفاتح ده هو الايه الجينيتال اوبنينج. طب انا ما بصيتش عليها قريب قوي، ده هتجيلي على ديسكتنج مايكروسكوب، ابص على ده، ادي الراس وادي السوركس وادي الابدومين، اخر حته في الابدومين، شايفين ده الايه، ده السباين لايك اديجاس، يبقى ده الميل. طب وديت، انا مش شايف اي اديجاس، انا شايف هنا جونوبودز، مثلث اهو، مثلث اهو بينهم فراغ، ده الايه؟ ده الجونوبودز، يبقى دي سايمكس باج فيميل، سايمكس باج ميل. اللي بعد كده الترياتوما، الترياتوما دي يعني بشبهها، بنقول انها شبه الصرصار قوي، بس الترياتوما دي بيقولوا عليها الكيسنج باج او الكون نوز باج، لان انت لو بصيت عليها هتلاقي الهيد بتاعتها رفيعه جدا، الهيد بتاعتها كون لايك شبه القمح، اوكي؟ عندها تو ايز، تمام، الماوس بارت بيبقى طويل، يعني الماوس بارت بيبقى طويل بس بنت يعني بيبقى متني تحتها، بيبقى بنت اندرنيث ذا بودي، برضه عندها وان بير اوف انتنا. السوركس بيبقى طالع منه برضه 3 بيرز اوف ليجز زي باقي الانسكتا. الوينج بتاعتها بقى باينه قوي، يعني هي عندها 2 بيرز اوف وينج، يعني هي مش زي الموسكيتو، الموسكيتو كان عندها وان بير باين وتو بيرز ورا صغننين قوي، كنا بنقول عليهم بالانسرز او هولترز. الوينجز بتاعت الترياتوما بتبقى كبيره، بتبقى واضحه، بيبقى التو بيرز كاملين، بس هي يعني ما بتطيرش، خلينا نتفق انها ايه ما بتطيرش. التو بيرز بنقول ان الاول او الانتيريور او الفور بير بيبقى كايتنايزد،
بيبقى ناشف، بيبقى عريض، تقدر ايه تحركه، بيبقى واضح قوي. لكن الهايند بيرز بيبقوا ممبرينوس، بيبقوا مش اقوياء، بيبقوا شفافين جدا ورقيق جدا جدا جدا. طب الابدومن، برضو الابدومن زيها زي السايمكس 8A سيجمنت. ادي الايه، ادي السايمكس، تمام، السايمكس باج، وادي الايه، وادي الترياتوما باج، دي تحت الديستكتنج مايكروسكوب عندنا في المعمل. ادي هي شبه الصرصار من بره، هي اكبر واحده في وسط الارثروبود اللي احنا درسناها، حجمها 3 سم تقريبا. الماوس بارت اهو، الانتنه اهيت، وادي الثري بيرز ايه وفليكس. السايمكس باج ديت ده الميل، ادي الاديجاس اللي هو السباين لايك، وادي الايه، وادي هنا مفيش اديجاس، يبقى ديت الايه الفيميل. بعد كده دخلنا على العيله، خلصنا كده العيله بتاعت الانسكت قصدي، دخلنا على العيله اللي بعدها اللي اسمها الاركنيدا، اللي هي عيله العنكبيات. عيله العنكبيات دي من ضمنها التكس القراط، والمايت اللي هي العته، والسكوربيون اللي هي العقارب، والسبايدرز اللي هي الايه، اللي هي العناكب. ليهم جنرال كاركتر كده لازم يبقوا ايه، تبقوا عارفينها. اول حاجه هي مش هيد وسوركس وابدومن، لا ده الهيد والسوركس بيبقى حته واحده ولازق فيهم الابدومن، فبنقول عليها كيفالوسوركس وابدومن، تمام. الماوس بارت بيبقى موجود، تمام، بس ما فيش انتنة. يعني كنا بنقول في الانسكتا عندها 1 بير اوف انتنة، لكن في الاركنيدا يعني التيك والمايت اللي هندرسهم ما عندهمش انتنة. كل الاركنيدا مش عندها جناحات، وينجلس ما عندهاش جناحات خالص، ما بتطيرش بمعنى اصح، بتزحف. عمرك شفت سبايدر، عمرك شفت عنكبوت عنده جناح؟ ما عندوش. اوكي، عندها 4 بيرز اوف ليجز، عشان كده كنا بنقول عليها الايه، الاوكتا بودا. الاوكتا ايه؟ اوكتا بودا، قلنا اوكتا يعني 8، يعني 4 يمين و4 شمال. اللي هنبدا بيها هي التكس، والتكس عندي 9. نوع على ظهره صدفه، الصدفه دي عامله زي بتاعه السحلفه كده، بنقول عليها سكواما. فاللي عنده صدفه بنقول عليه هارد تك، لانه هو بيبقى ناشف ظهره او الباك بتاع الدورزال سيرفيس بتاعه اللي هو ظهره، يعني بيبقى ناشف قوي، بنقول عليه الهارد تك. طب واللي ما عندوش سكواما، ما عندوش الصدفه اللي على ظهره ده، بنقول عليه السوفت تك. طيب انا دلوقتي شفت تك او شفت حشره بتتحرك باربع رجول كبيره، ماشي، حجمها مثلا 1 2 سنتي، بصيت عليها اعرف ازاي اذا كانت سوفت تيك ولا هارد تيك؟ بيقول لك ان الهارد تيك بيبقى عنده الفولس هيد بتاعته او الكابيتولم، تمام، اللي هو بياكل بيها الماوس بارت اللي بي بي بيمص بيه الدم، بيبقى تيرمينال. تيرمينال يعني في الاخر، طالع من اخر الجسم خالص، يعني لو بصيت عليه من فوق من الدورزال سيرفيس اقدر اشوفه، تمام. لكن السوفت تيك لا، الكابيتولم او الماوس بارت بتاعه اللي هو بياكل بيه بيبقى فنترال، بيبقى تحت في الفنترال سيرفيس، اللي انا شايفه ده الدورزل. فلما يبقى الناحيه الثانيه الدورزل سيرفيس، قصدي بيبقى الماوس بارت او الكابيتولم الناحيه الثانيه في الفنترال سيرفيس، لما اجي ابص عليه من فوق ما اشوفهوش. فيبقى انا عندي السوفت تيك والهارد تيك، اهم حاجه تميزهم من بعض ايه؟ الكابيتولم. لو انا بصيت على الهارد تيك هبص هلاقي الكابيتولم طالع بروتيودد، اقدر اشوفه لو بصيت عليه من الدورزل سيرفيس. لكن في السوفت تيك الكابيتولم بيبقى فنترال، فلو بصيت عليه من الدورزال سيرفيس ما شوفوش. الهارد تيك والسوفت تيك ده الفرق اللي بينهم اهو، انا كده اربع رجول واربع رجول، ابص عليه ما فيش اي حاجه، لكن هنا شايفين الماوس بارت ايه باين. اللايف سايكل برضه نسال نفسك، هي انسكتا؟ لا ده اركنيدا، يعني مش فلايز وموسكيتو ولا فلي، لا يبقى اللايف سايكل على طول انكمبليت ميتامورفوزس. انكمبليت ميتامورفوزس في التكس هي ايج لارفا نيمف ادلت، مفيش بقى ايه زي اللي فاتوا ايج ونيمف نيمف 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 ادلت، لا هنا ايج ماشي لارفا نيمف ادلت. الهارد تيك الفرق بين الميل والفيميل مش في الـ اديجاس والكلام ده، لا ده يقول لك الادي الكي بتاعها في السكواما اللي هي الصدفه دي. دايما الصدفه دي بيبقى لونها غامق، ماشي، بيبقى لونها
بيقولوا عليها ايه؟ بيقولوا عليها بتبقى داركر زان البادي، يعني لو البادي هنا بني فاتح يبقى السكواما دي بني غامق. فالسكواما دي لو قصيرة تمام مش مغطية الدورزال سيرفس كله يبقى ديت فيميل، يبقى هلاقي على الظهر لون مختلفين، واحد غامق والتاني فاتح. لكن لو زي دي، شايفين الصدفة دي اللي بتلمع دي اللي شكلها ناشف قوي ديت، مغطية الجسم كله، مغطية الدورزال سيرفس كله، يبقى دون بتاع الايه؟ الميل. طيب يبقى انا عندي الهارد تيك عبارة عن ايه؟ عبارة عن بادي، تمام. البادي ده متكون من كيفالوسوركس وابدومن. الكابيتولوم بتاعه تيرمينال، يعني واضح ان انت تقدر تشوفه يعني من على الجنب من على الطرف، يعني انت بروتيودد انتيريورلي، يعني تقدر تشوفه منين؟ من الدورزال سيرفس. السكيوتم او الصدفه اللي حواليه لو هي فيميل قلنا بتكفر بس سمول بورشن، لكن لو ميل كفر ايه؟ الاول بورشن. قلنا ان هي كيفالوسوركس وايه وابدومن. الكيفالوسوركس ما عادش فيه بقى سوركس لوحده، بقى كيفالوسوركس على بعضه، طالع منه كام رجل؟ ها طالع منه 4 بيرز اوف ليجز، ما قلنا انها اركنيدا يعني عندها 4 بيرز اوف ليج، اوكتا ايه؟ اوكتاود. طب بتتنفس ازاي؟ بيقول لك ان في ريسبيراتوري سبيركلز، بيبقى فتحات تهويه تبقى موجوده ورا الاوريجين بتاع الايه؟ الفورس بير، بتبقى موجوده هنا. اوكي انا كده عرفت الفرق بين الهارد تيك والايه والسوفت تيك. طب السوفت تيك بتبقى ساك لايك، تمام. قلنا برضو كيفالوسوركس وابدومن. الكابيتولوم اللي هو الماوس بارت بيبقى فنترال، فانا لما ببص عليها بالشكل ده وهي نايمه على وشها اكيد مش هشوف الايه، مش هشوف ال الكابيتولوم، تمام. الليجز لو بصيت عليها لقيها 4 بيرز اوف ليجز، وبرضو عندها فتحات التهويه اللي هي الريسبيراتوري سبيركلز، بتبقى موجوده قدام الفور ايه الفور الاوريجين بتاع الفورس بير اوف ليج، ما عندهاش سكيوتم، وقلنا انها ساك لايك. بس خد بالك الكيوتيكل او الاوتر ممبرين بتاعها بيقولوا دايما ان هو ماميليتد، تحس ان هو محبب، تمام، زي ما انت شايف كده. عارف لما جلدك يقشعر يقول لك ده ظهرها عامل كان ايه؟ كان جسمك اشعر او زي جلد الوز. دي المايتس اللي ممكن تشوفها، اللي هي دي الساركوبتس كابياي اللي هي بتعمل لي الاسكيبس، ديت الهاوس داست مايت اللي هي بتعمل لي حساسيه شديده جدا، عده التروب. دي الديموديكس فلوكيلورام. ايه الديموديكس فلوكيلورام دي؟ بتعيش في السبيشيس جلاند والهير فوليكل، بتعمل لي بلاك هيد وبتعمل لي حبوب ودرماتيتس. دي اللارفا بتاعت الترومبيكولا مايت. الترومبيكولا مايت ديت الادلت والنمف بيبقوا قاعدين في الزرع، تمام، في السويل. اللارفا بس هي اللي بتيجي تقرصني، بيبقى لونها احمر، حتى بيقولوا عليها الريد باج، بيقولوا عليها انها شبه الباج يعني عشان عندها 3 رجول، بس بيبقى لونها ايه؟ بيبقى لونها احمر. اخر حاجه عندي اللي هي العيله بتاعت الكريستيش. العيله بتاعت الكريستيشيا انا ما يهمنيش منها، او القشريات ما يهمنيش منها غير السايكلوب، تمام. السايكلوب لو بصيت على شكله هتلاقيه بير شيب، اوكي، شبه الكوميترا، ماشي. برضو كيفالوسوركس وابدومن، اوكي. عنده بقى ايه؟ مش 3 بيرز، عنده 4 بيرز اوف ليجز زيه زي الاركنيدا، برضو اوكتابودا. الابدومن سيجمنتد، تمام، واخر ابدومينال سيجمنت بتنتهي على شكلين او بتنتهي على جزئين. لما اجي افرق الميل والفيميل هلاقي الميل ما عندوش اج ساك، في دايرتين هنا بيبقوا مليانين اج، دي الفيميل، لكن الميل ما بيبقاش عنده، يبقى دون الميل. يعني لو جينا بصينا هنا ديت فيميل عشان عندها الايه؟ عندها الاج ساكس، لكن ديت دون الايه؟ الميل. نبص على السلايد بقى اللي ايه اللي عندنا في المعمل على الكومباوند مايكروسكوب. ايه ديت؟ 3 بيرز اوف ليجز، فلاتن دورزو فنترلي، 2 انتنا، لايت براون، دي مين؟ دي السايمكس باج. ميل ولا فيميل؟ ابص على اللاست ابدومينال سيجمنت مفيش اي اديجاس بروتيودد، يبقى ديت الفيميل سايمكس باج. لو بصيت على ديت، دي انا هعرفها من بره وهشوفها برضه من جوه، اللي هو الكون هيد، تمام. الماوس بارت، 2 انتنا، 3 بيرز اوف ليجز. الوينج لو شفت هتبص هتلاقي فيه الخيال او الشادو بتاع الوينجز دوت، ده يقول لك انها وينجد باج.
الوينجد باج اللي عندي اللي هي الترياتوما باج. لو تفتكروا من السكشن اللي فات الفلي ده فلي فلاتنت بايلاترالي، كومبد ولا نان كومبد؟ كومبد عشان عنده ايه الشعر اللي هو برونوتال، قصدي الجينال والبرونوتال. ده فلي، ابص على الابدومينال سيجمنت ما لقيتش الاديجاس اللي هو السبرينج لايك اديجاس اللي هو بيبقى عامل زي الزمبلك او سوسته الالم، يبقى ديت فيميل. نفس الكلام بس ده نان كومبد. تمام، نون كومبت قلنا ممكن يبقى بيوليكس او ممكن يبقى زينوبسلا. فلي ابص على الابدومن بتاعه مفيش اديجس، ده فيه سبرماتوسيكا، يبقى ديت برضو ادلت فيميل. فلي ايه دون؟ دي السلايد اللي عندي على الكومباوند مايكروسكوب. ابص على المنظر ده ايه دون؟ دون بير شيب، ماشي، عنده تو انتنا سيجمنتد ابدومن، دون سايكلوب، عنده اكساك، دون الفيميل، لو ما عندوش الاكساكس يبقى دون الايه السايكلوب ميل. ده على الكومباوند على الديستكتنج مايكروسكوب. هبص اعد الرجول، ادي 1 2 3 4، يبقى ده اوكتابودا، ده بروتيودد بروتيودد كابيتولوم، يبقى دي هارد تك. هبص هنا الاقي في جزء غامق اللي هو الجزء البني ده، ده السكيوتم، والجزء التاني الفاتح ده، ده بقيه الكيوتيكل، فلقيت لونين مختلفين، يعني السكيوتم عندي شورت، يبقى ديت هارد تك ايه فيميل. السوفت تك هتجيلي في بوكس، البوكس هبص عليه هلاقي حشره شبه الكيس. تمام، لو عديت الرجول هلاقي ادي 1 2 3 4، يبقى دي اوكتابودا، مفيش بروتيودد كابيتولم، لونها بني غامق. تمام، ديت الايه دي السوفت تك، واكتب الكاركتر السوفت تك. اخر سيكشن، وكل سنة وانتم طيبين، وان شاء الله نشوفكم في الامتحان ونشوفكم متخرجين ان شاء الله. ولو في اي مشكلة في السكاشن اي حاجة، او اي حد عايز يسأل عن اي حاجة، بيبعت لي على طول وانا هجاوب عليه، وان شاء الله فايل المراجعة هينزل خلال ايام يعني ان شاء الله. بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.